الورم اللي فيه لو هو ورم حميد بيقلب بعد فترة لنوع جميل آخر ولا لا؟ ده جميل محتاج بتأكد ان هو ما بيتحولش. جميل. هو الأورام الليفية احنا لحد وقت قريب كنا بنقول ان هي أورام حميدة بنسبة 100%، بعضها ممكن يتحول إلى أورام خبيثة بنسبة ضعيفة جدا 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 جدا. إنما الحديث دلوقتي واللي أثبته العلم والأبحاث، الأورام الليفية هي أورام حميدة 100% ولا يمكن تحولها لأمراض خبيثة. بشرى وسارة. وما نراه من أورام خبيثة في عضلة الرحم هي أورام خبيثة من البداية وليست أورام ليفية. ما كانش في تحول، تحولت إلى أورام خبيثة. يعني إحنا كنا من حتى لحد وقت قريب، لحد سنوات قليلة قريبة، لحد سنتين أو ثلاثة فاتوا، كنا بنقول الستات دي أورام حميدة بنسبة كبيرة جدا ونسبة ضئيلة جدا لقد تتحول إلى أورام خبيثة. إنما الأبحاث الجديدة قالت إن هي أورام ليفية، من الأورام الليفية أورام حميدة من البداية وتظل حميدة. إنما الأورام السرطانية هي أورام سرطانية من البداية وليست أورام ليفية تحولت إلى أورام خبيثة. تمام. لكن الورم الليفي ده طالما اسمه ورم ليفي خلاص تبقى هو ورم حميد، تطمن ان هو حميد، هو ورم حميد. والعياذ بالله الأورام التانية ما اسمهاش ليفية، يعني ده بالزبط. اللي انا اقصد اوضحه للمشاهد ان هو يطمن ان كلمة ورم ليفي دي مش حاجة مزعجة ولا مرعبة.